شو يا شيف؟ والله رح اشتاق لك. وانا كمان. أول شغلة وزعلين عشان بدي أبه. شو؟ ما تزعل، الله لا يجيب الزعل، ليه بدنا نزعل؟ ما في شيء بيخلص بزعل، لأنه دايما مع كل نهاية في بداية لشيء جديد، صح؟ صح. لأنه صح هلا اليوم نحن عم ننطلق بآخر حلقة من الموسم، ولكن هي بداية كمان جديدة، لأنه رح نوعد مشاهدينا الحلوين اللي حبونا واللي تفاعلوا معنا بكل هيدا الموسم أنه نحن رح نبلش إن شاء الله بموسم جديد. أيوة. من دقوا المهابيج، ورح ندق مهابيج أكتر وأكتر وأكتر. فما تزعل شيء. لا من زعلان عشان إنه زعلان إنه مثلاً ما نبعد عنك جمعتين ثلاثة، هيدي هي الخبرية. الله. يا الله. وأنا والله رح أشتاق لطبخاتك ولجوك ولردياتك اللي صاير بتحضرهم كل حلقة. أما بالنسبة لحلقتنا الليلة بدي خبرك عن ضيفي اللي هو الختام المسك معه، ابن زحلة، ابن الشهامة، ابن الفن وابن الترنيم والتراتيل، واسم الله عليه، يعني وين ما تحطه بيجي واقف وجاهز. ضيف الليلة أثبت حاله على الساحة الفنية بقوته وبحلاوة صوته وبأغانيه اللي كسرت الأرض. ضيف الليلة النجم ناجي الأسطى، قولوا إن شاء الله ودقوا المهابيج. مساء الخير يا ناجي. مساء النور، يعني اسم الله عليك. شو بدي اقول لك؟ اشتقنا لك. مش عارف كيف بدي اتغزل فيك الليله. اشتقنا لك والناس اشتاقت لك، وانا شخصيا كثير مبسوطه انه ختام الموسم الاول من دقوا المهابيج مسك معك انت. انا بيشرفني كمان ان اكون الليله معك من بعد هذا الموسم الرائع، يعني فبيشرفني اكون انا باخر حلقه. بالتوفيق دايما يا رب. مرسي لك ومرسي على حضورك، وأكيد الليلة الناس رح ينبسطوا ويهيصوا، لأنه رح نغني ورح ندردش ورح نلعب ونتساير، والناس أكيد رح تحس بهيدا الجو ببيوتها. ناجي، الغياب مقصود أيام ولا بينجبر الفنان أيام يغيب؟ لا، إذا عم تسألي عنه عنب، أنا الغياب أوقات بيكون مقصود، يعني أوقات هيك شوي حتى يشتاقوا لك الناس، تبعدي شوي وتنقي كمان من المحل اللي لازم تطلعي فيه. حلوة، يعني هيدي هي سياسة التقل مثل ما بقولوا. 100%. هيدي المهنة وأنت بتعرف من بداياتها فيها صعوبات كتير. أكيد. هل بعد هيدي السنين اللي مرقت فيها بتندم أنك اخترت هيدي المهنة أو لأ؟ هلا بندم أكيد لأ، لأنه هيدا الشيء اللي أنا عايش فيه حاليا يعني يمكن كان هو حلمي من أنا وصغير. يعني بندم لو عملت شيء تاني. واو. لأنه أنا على طول بيسألوني شو كنت بتعمل لو ما كنت بتغني ولو ما كنت فنان، بقول لهم صدقوني ما بعرف أعمل شيء، يعني بعرف أعمل اللي أنا عم بعمله حالياً. مع إنه أنا تخصصت، أول شيء بلشت علوم سياسية، رجعت عملت تاريخ، فشوي هيك ميل شوي صوب السياسة صوب التاريخ، لأنه بحب هيدا الشيء. بس انه انا بتساليني انا بلاقي حالي مطرح ما انا حاليا اكيد ما بندم. الليله رح نغني سوا ونسهر ونتساير وندبك ونضحك أكيد. ونلعب، وطبعا هيدا كله مع عائله دقوا المهابيج اللي بدي رحب فيهم فردا فردا. طبعا اليوم غايب معنا المايسترو ايليل عليا بداعي السفر، وحاضره فرقتك الموسيقيه، وتحيه للمايسترو دوري، وبدي رحب كمان بالمعلم وجيه ومريم وجواهر. سلم دياتك على القهوه. ميرسي. هلا نحن عاده بزحلي بنستقبل الضيف بكاس عرق.
بصام تحية لأهل زحلة. وما بدي أنسى كمان رحب بفرقة هياكل بعلبك بقيادة عمر حمادة اللي رح يدبكوا كمان معك على أغانيك الليلة. شيف سلهب شوي شو محضلنا وليمة لناجي اليوم؟ اليوم لأنه نحنا ختمها مسك محضرين لك اليوم يا كبير فتت قريدس. حلو وصفيحة بعلبكية. حلو عارف يعني احنا هو زحلة ونحن بعلي بتعرفي ولاد العام. ولاد العام. وبدي خبرك شي يا شيف، بما انه حضرتك عم بتأبدع من اول الموسم والليلة اخر حلقة، انا محضرة شي بالبيت كمان اكل شاورما فيجن ليدوق ناجي. بس شو رأيك؟ فيجن يعني لهول ما بيأكلوا لحم يا الربع. ما فيك تلومني، ما فيك تلومني الليلة معك. أهلا وسهلا فيك. أكيد سالم دياتك. لك حبيب القلب أهلا وسهلا فيك. شو ما محضرنا ردية اليوم؟ أكيد من عندك يا كبير. يا ناجي يا بن زحلة اطلب الليلة واستحلة، يا ناجي يا بن زحلة اطلب الليلة واستحلة. من مطبخ الشمس الهب طول ضوءك اطيب اكل، اطيب اكل. هلا 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 شباب، سلم هالتم يا شيف. لك والله عراس، بما انه اهل فيك الشيف سلهب نحن بعد ما اهلنا فيك. انا نعطي التأهيل منك لانه انا على فكره بس بدي اقول لك شغله، ما تزعل انا ما بحبك ابدا. مايسترو قد السماء ما بحبك، قد البحر ما بحبك، قد الهوى ما بحبك أكتر أكيد. سما بحبك قد الهوى ما بحبك، قد الهوى ما بحبك، بحبك أكيد. وبعد الليل بأوله وعيوني مشتاقة إلو، تعال قلبي يا قلبي جاي عبالي الحلو. بعد الليل بأوله وعيوني مشتاقة إلو، تعال قلبي يا قلبي جاي عبالي الحلو. وكل ليلة أنا بديك حد دايم ضل عمر العنب ينعصر مرة، وأنا كل يوم أنعصر. كل ليلة أنا بديك حد دايم ضل عمر العنب ينعصر مرة، وأنا كل يوم تعت على قلبي يا قلبي جاي عبالي. يلا دا 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 دا. هو حبيبي ومين قدو بينتهي العالم بعده، شو نفع الشمس الشمس بتشرق من خده. هو حبيبي ومياده بينتهي العالم بوجوده، شو نفع الشمس الشمس بتشرق من خده. وكل ليلة أنا بديها حد دايم ضل عمر العنب وأنا كل يوم أنا عصر. وكل ليلي أنا بديا العنب ينعصر مرة، وأنا كل يوم أنا عصر. تعال قلبي يا قلبي جاي
عبالي عبالي الحلو. الله 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 يا ناجي، قد ايه حلوه هالغنيه؟ يعني جاي عبالي الحلو، انا لا جيت عندك. ناجي، الفن اليوم شو حاكمه برايك بهيدي الايام؟ اكيد الاغنيه الحلوه قبل ما انه الصوت حلو او الشكل لا حلو أكيد او الاداء. اكيد الكل هلا في كتير يعني نجوم بتحسيهم غابوا لانه بيكون عم يكون الاختيارات مش بمحلها، عم تكون الاختيارات فاشله. عم تشوف هلا يعني اكيد عصر الاغنيه من زمان، صرنا 10 و20 سنه تقريبا انه هي عصر الاغنيه هي اللي عم تخلي، بس اكيد لازم يكون العوامل كلها. الناجحه ما عم بتضاين كتير صح؟ لانه عم يكون في لانه عم يكون في اصدارات كثيره، بس الاغنيه تتنجح عم تكون كتير صعبه. يعني هلا بنكون قاعدين خاصه الفنانين يعني على طول عم يكون عندنا مشكله اختيار اغنيه صح، وعم نشوف كل يوم يعني يكون في اصدارات. يعني هي السوشيال ميديا بتساعد توصل الاغنيه اسرع، بس كمان بنفس الوقت عم تسمعي كذا اصدار بنفس النهار لكذا فنان، العالم كله صار مفتوح على بعضه، فيك تسمعي حيلا اغنيه نزلت بحيلا دقيقه، فكرمال هيك الاغنيه تتضرب عم تكون كتير صعبه. عم تكون صعبه، بس هي عم بتكون الاغاني الضاربه السهله الممتنع، يعني عم تكون بسيطه. كرمال هيك انا هلا نقيت هيدي الاغنيه يعني جاي على بالي الحلو اللي كثير سمبل. هون بوجه له تحيه لسليم عساف طبعا، هو تحية ملحن ومؤلف الاغنيه. اللي عم تكون سلسه والكون كلماتها شوي هيك يعني كانك عم تغني لبيبي صغير مليون بالميه. واللحن كمان عم يكون الولد الصغير خلص، كمان اللحن عم يكون كثير مفلسف. يمكن هلا بحاجه، يمكن بعد سنه تكون في غير ستايل دايلج. انه ايه اذا بترجع من زمان لانه كانت في تقل كتير بالاغاني وضخامه وخبار. عم نلاحظ عم نشوف اهم الفنانين واكبر الفنانين كانوا عم يعتمدوا هيدا الاسلوب صح. يعني فاكر ملك كمان بلشت باغنيه الفنان الكبير يعني حسين الجسمي، كمان عم تكون الاغنيه سلسه، فهيك عم توصل للقلب اسرع. ناجي، اليوم انت باقي بلبنان بالوضع اللي هو فيه ولا بتفكر تهاجر؟ هلا صراحه لانه انا تقريبا بكون بين لبنان وبرات لبنان بحكم شغلي والسفر. يعني انا هلا حاليا بعدني جاي من امريكا، صار لي كان صار لي شهر ونص بيتور وراجع مسافر يعني هلا دبي، رجع دومينيكان ريبابليك، قطر، فكرمال هيك بحس حالي بين هون ولبنان. كان عندي انا فرصه يخلق ابني بامريكا وياخذ الباسبور مثل اكثريه الناس يعني، بس كنت مصر انه يخلق يكون بلبنان ويحمل الجنسيه اللبنانيه، وخاصة بيتربى بزحلة مطرح ما أنا ربيت، بيرجع بعدين هيك بياخد الأسس مثل ما بيقولوا. صح بيرجع بعدين الأسانس، بياخد الأسانس مليون بالمية. هيدي السلة اللي قدامك ناجي فيها حجار انكتب عليها أفكار، في منهم أنت عشتهم ويمكن في منهم بتقول يا ريت ما صار، نقي واختار. أول شيء ما في إلا ما بلش بزحلة، يعني على طول نحن أهل زحلة بيتهمونا بالتعصب. فينا نقول بس انه زحله، مدينه زحله اللبنانيه هي من اهم المناطق مثل كل مدينه بلبنان، مثل كل منطقه بس ومنبع للنجوم كمان، ست نجوى كرم، الفنان وائل كفوري، مزبوط، نقول القصه. هيدا شيء حملك مسؤوليه ناجي انه كل هالاسامي كمان طالعه من زحله؟ اكيد، يعني مش مسائبي بس اسامي كبيره، مسائبي اسامي هن متربعين على المركز الاول صح. من الشباب ومن البنات يعني، ف أكيد مسؤولية كتير كبيرة لأنه المقارنة على طول بتصير معهم. يعني اليوم بقول ناجي أنا بفتخر بزحلة لأنه مثل ما ذكرنا بالأول فيها هيدي الأسماء الكبيرة، وبعتقد على طول ابن زحلة بينوصف بأجمل الأوصاف، بالكرم، يعني بالكرم، بالشهامة، بالرجولية، بيتعلق مليون بالمية، فهودي أكيد بشوف حالي فيهم دغري. وقت تقولي ابن زحلة هودي كل هودي الأوصاف دغري بتجي وراهم، بلا ما تقوليهم. تحية لكل أهل زحلة وكل المدن اللبنانية، ويلا حنغني لزحلة هلا. المين وهالشاب اللي جاي، مين وهالشاب اللي جاي الخابي عكتافه حامل القنين بجيبه والكاس عشفافه، المأكد هيدا زحلاوة من السكرة راس وضاوة، مأكد هيدا زحلاوة من السكرة راس وضاوة، وناوي يسكرنا ناوي والله يرحم جدنا، مين بيسكر قدنا مين بيهدي حدنا، نحن أبطال الخمارة وهيدي والقلب
قال يا جماعة اسمعوا مني حزبي أحلى حزب سكرجي حزب مرتب ما في عنا ضرب ويا جماعة اسمعوا مني بس بتاكل انيني لما تطلع لي ديني بس بتاكل انيني لما تطلع لي ديني لك شو هالسكرة يا دينا والله يرحم جدنا مين بيسكر قدنا مين بيهدي حدنا نحن ابطال الخمارة يلا هالشب اللي جاي الخابي عكتافه حامل الأمنين مجيبه والكاس عشفافه أنا مينو هالشب اللي جاي ومأكد هيدا زحلاوة نسكر راسه ضاوة مأكد هيدا زحلاوة نسكر راسه ضاوة ومأكد هيدا نسكر راسه ضاوي وناوي يسكرنا ناوي وغير هيكي ما بدنا مين بيسكر قدنا يابا نحنا ابطال الخمارة انا مين بيسكر قدنا مين بيهدي حدنا نحنا ابطال الخمارة وهيدي ورد شدنا الله على اهل بعلبك هيدي الغنيه ولا احلى من هيك لانه فيها دواء للوضع الحالي اكيد تسكري وبتنسي 100% نجي بدك تنقي لنا حجره ثانيه يلا الترنيم هل ادائك للترنيم بالكنيسه يعني كان باب لعودتك للغناء من بعد ما صح يعني هي صار في كذا حادثه بالكنيسه من خلال للترتيل ورجع خليني أنه أرجع يعني هو نتيجة اللي صار معك ببرنامج استوديو الفن مزبوط صح يعني فشلت بوقتها وأكيد اللي فخر أقول هيدا الشيء وأكيد واحد بيتعلم لما ست ماجد الرومي سمعت مزبوط. صوتك صح صح وأثر فيه. وأثر شيء هيدا الشيء فيي وحبيت بعد أول انتظار لي من بعد تعب وأعصابي رحت عملي بالأعصاب بعد سنة يعني هيدي النجومية اللي أخذتها وسرعة الانتشار الأغنية بسرعة ومدري شو بعد سنة حبيت رد مثل واحد جميل جميل يعني لربنا 100% من خلال لأنه أنا وعطول بيسألوني أنت أنه بترتل أنه أنت هالقد بقول لهم لا لأنه أتذكر أنه أنا كنت رتل لأنه أنا هلأ بتعرفي بخلال شغلي وهيك أنا صرت بعيد شوي يعني الأجواء كتير بعيدة يعني يمكن بعكس بعضهم وأنا ما كتير صرت ملتزم مثل ما كنت بالأول أكيد بعده عندي الإيمان بس أنا كتير بعيد عن هيدا الشيء بس حلو واحد هيك يكون شوي وسطي بالموضوع أوقات بيفسروا لي أنه أنت أنه عم تعطينا وعايز ومدري شنو بتعرفي على السوشيال ميديا أنه إذا بنزل ترتيلي أو شيء أنا عطول بنزل ترتيلي مش كرمال حدا بنزل كرمال حتى أنا أتذكر أنه أنا كنت هونيك أنا كتير بحب لك هيدي لحظة شمع وبخور وترتيلي وانت يا عذرا مقابلي بعيونك عم تندهيلي كمل صلاتي كل مع اسمك عم صلي السلام عليك بيوصل صوت من السماء بيقلي كمل صلاتي شمع وبخور وترتيلي انت يا عطرة مقابلي بعيونك عم تندهيلي كمل صلاتي كل مع اسمك عم صلي السلام عليك بيوصلي صوت من السماء بيقلي كمل صلاتي الله سلم هتم
بدي منك بعد حجرة كمان المال. حلو. شو بيعني لك المال اليوم ناجي؟ المال بس أنه تيسهل أمور الحياة، مش أكتر من هيك. يعني أنت منك مع أنه نحن عم نعيش مثل بسبق لمين بده يحصد مال أكتر بالحياة، بس أنه لا يعيش واحد عيشة كريمة. مش هو للأسف هيك مثل ما تفضلتي وقلتي، بس أنه أنا بالنسبة لي يعني خاصة قبل ما كنت أنعم بهيدا الشيء، وهلأ يعني بعرف كرمالك بعرف قيمته أكتر، ومبسط انه بقدر امن كل شيء لإلي ولعائلتي وللي حوالي، ولا وانه انا كل شيء الحمد لله الله كفيني بكل شيء، ما في شيء بيعني كثر خير الله. شو اعلى اجر قابضه ناجي القسطه اليوم؟ فوق العشرين؟ فوق الثلاثين؟ هو كان لعرس ايه؟ يعني مش لا هو حفل خاص عرس برات لبنان. أكيد الأعراس دائما برات لبنان فيها أعلى من هيدا الرقم. وإن شاء الله كل الناس بتنعم بالبحبوحة هيدا مني إلكن. نحن أكيد مش بعنا حكي بعد ما بلشنا، بس بدنا نغني يلا. ونولع على المسرح والأجواء بصوتك ناجي. شو عبالك تسمعنا هيك؟ قول هيك مدلي من أغاني 100% ورا بعض. يلا حيوا الزمان اللي جمعنا ولمنا، حيوا الزمان نسوان بهدني النسوان، ما منسوى بلا هون. مظبوط طبعا. وعندك نسوان بالنكد الله بلا هون بلا هون بلا هون بلا هون. قول الريم من النسوان الما منسوى بلا هون، بس في عندك نسوان بالنكد الله بلاهون. شو شاف مظبوط؟ قال من هون يعيشوك العمر بلا هم، ومن هون يعيشوك العمر هم وعذاب. قال كوني وفيه وعربي شي عكتافنا، كوني وفيه أربع روح. يابا على العين موليتين واثناعش مولاية، جسر الحديد انقطع من دوس رجلاية. على العين موليتين واثناعش مولاية، جسر الحديد انقطع. يلا 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 ايه
يا ضمي الطير الحشاق من وادي لوادي عشتي نجوم السما زوجين وبراد ربي تشل ليلة خمينا الوادي ساوي زنودي جسر وعنطر البنايا يا مع العين مريدة وبطاس مولايا جسر الحديد انقطع نزوز رجلايا يا مع العين مريدة جسر الحديد قطع من نص رجلايا الدنيا دي بتحترم بس اللي عنده فلوس أما اللي بيحتاج لها بتزل فيه وتدوس أصل الحياة مدرسة يا ما خدنا فيها دروس والدنيا الدنيا يابا الدنيا يابا مشيالنا بالمعكوس آه يا دنيا 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 دوخينا يا دنيا خدينا شمال شوي وهدينا يمين شوي وهدينا عايشين يا دنيا عجبي على بنت بيضة اسمها جمالات أيوة يا جمالات مرسوم على صدرها حمام بحنفيات أيوة يا جمالات نزل قتيل المحبة يستحم مات أمه تقول ده غرق أبوه يقول ده مات أخته تقول ده لا غرق ولا مات ده بيحبني بنتي بيضة تعلمه الحركة ولعها ولعها شعلها شعلها ولعها ولعها شعلها شعلها الناس الحلوة سيئة يا سيدي يا جمال ومال وضغط كتير عليه ما تقرب مني حبة طب لسه شوية حبة طب وحياة المحبة
الحب وحياتي المحبة ما دام يتكلم غلط. انت بلادي نادى قلبي، انت بلادي نادى قلبي، ايدك ورا المقسوم. انت بلادي نادى قلبي، انت بلادي نادى قلبي، ايدك ورا المقسوم. يلا ايه الغزالة لك الناس الحلوة ازاي يا سيدي يا جمال وضغطك عليك بتقرب مني حبة لسه شوية حبة لو وحياة المحبة مدام يتجنن او تحت الشباك ولا محتاج يا جدع بعدها ويا نقول يا جدع تحت الشباك ولا محتاج يا جدع بعدها ويا قول يا جدع إذا عديت قصاد البيت إذا عديت قصاد البيت أبوس خديك ما تبص لفوق وتطفي الشوق أمانة 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 بص وتدلع على عيني يا جدع يا سلام سلم على عيني يا جدع يعني يا ناجي انت بريم مش مخلص هلا صار عندك ريم ونانسي حاضرني الصبايا على كل المهنيات شو بدك احلى نانسي اهلا وسهلا فيك نورتي دقوا المهبيج تفضلي معنا على الخيمه تندق المهبيج تندق المهبيج كلنا سوا عن جد نورتوا دقوا المهبيج ونورتوا القعدة بهيدي الخيمة المتواضعة أنا كتير مبسوطة أنه نهاية الموسم مع صوتين مثلكم واسمين كبار مثلكم ناجي انت تاريخ واغاني ضاربه وحفلات وصوت ونانسي انت صوت رائع بغني عده لهجات هلا بدنا نسمع كمان وما بدي انسى كمان اشكر يا نانسي مش ناطره الشاتي بس عن جد من اجمل الاصوات اللي انا بحب اسمع لها مش بوجه هي بتعرف بينطرب بالإنسان بس يسمع تغني. صوته شو ما تغني شو ما تغني عن جد من أجمل الأصوات النسائية وأنا ناجي ما بيعرف بس ناجي له فضل علي كبير لأنه أنا أول ما بلشت غني وأول أغنية خاصة عملتها لحالي أنتجتها لحالي كانت لأنه أنا وناجي عملنا كذا حفلة سوا خبيتهم ورحت عملت حفله في عملت غنيه المصريات اصدق خايفه ما بيعرف هالشيء بس انا اليوم على بالي هيك خبره هالخبر يعني كيف ثاقبت هيك ركبت هيدي التوليفه اليوم انه انتم اثنيناتكم تكونوا سوا وهلا انا عم بعرف كمان منك هيدي الخبريه الحلوه قبل ما نكفي حديثنا ما بدي انسى اشكر الراقصه الاستعراضيه جوليا اللي رقصت على الاغاني ورح ترقص كمان اكيد بعد في قاسم كمان مشترك بيناتنا او بيناتكم بس رح اسالكم لكم انه تقديم على برنامج للهواة برنامج فني حسيتوا هيدا شيء انه هو كان اساس المشوار الفني يعني لو ما قدمتوا على برنامج هواة كنتوا صرتوا هلا هون انا أنا عندي كان تجربتين كان عندي تجربة بسوبر ستار سنة 2005 وبعدين The Voice بال 2014 خلصت سوبر ستار ورجعت رحت بغير دنيا وبغير دومين وخلصت جامعتي واشتغلت غير إشياء بعدين بالصدفة انضميت لأسرة إلفترياديس برودكشن وغنيت معه لميشيل إلفترياديس بميوزيك هول فترة شي 7-8 سنين وبعدين اجت تجربة The Voice اجت كنت اوريدي انا بعتبر حالي فنانه يعني ايه اوريدي صرت مخضرمه من الشوز مع exactly. مع ميشيل صح ناجي انا كان لي تجربه بستوديو الفان بال 2000 بس كنت صغير يعني كان عمري 17 سنه انا استوديو الفان كمان بس 2010 اكيد كانت تجربه حلوه لإلي هلا مثل ما تفضلت كنت عم تقولي انه لو ما كانت هيدي التجربه كنت وصلت هون لا مش هالقد يعني كانت كتير
معلمة فيي. يعني هي أكتر شيء أنا بال2005 وقت كنت بروتانا أكاديمي ومضيت مع روتانا على 5 سنين، فصار في شوية الأوضاع اللي صارت بلبنان أخرت انطلاقتي لل2010 من خلال السنجل اللي عملته رح تعمل لي بالأعصاب. بعتبره هيدا الانطلاق الأساسي رح تعمل لي بالأعصاب. آه. نانسي أنت بعيدة نوعا ما عن إثارة الجدل أو كليا مش نوعا ما، برأيك أنه بعض الفنانات بتعتمد أصداً إثارة الجدل ليضل اسمها متداول على الساحة الفنية؟ بالفن في قرارات أنت بتخديها أوقات، بتاخدي قرار أنه أنا بدي أعمل هيدا الخط أو هيدا اللاين. أنا من الناس يلي بعيدة مثل ما قلت عن الجدل، وما بحب يعني أنا تخترع قصص لتعملي ضجة. بلاقيها صراحة أنا شخصياً بلاقيها موضوع تافه يعني بس أنه غيري إذا بحب يعمل هيدا الشيء هو حر أكيد. بس أنا بحس أنه كل شيء بيفور بسرعة بينطفي بسرعة، فنحن فنانين خلينا نركز على فننا وعلى الشيء اللي عم نقدمه. يعني برأيي هيك سلم تميك، هلأ صار وقت التحدي. آه. بدنا نبلش لعبة سوء عكاظ. أنا رح أقول جملة من غنية، بيخلص الحرف بتكفي ناجي، اللي بيخلص الحرف بتكفي نانسي، بيخلص الحرف كفي أنا، وهكذا دوا عليك. وأهم شيء إنه ثلاثتنا طالعين من كورونا وثلاثتنا بعدنا عم نصعد هلا بين كل غنية وغنية في ساعة اللي بدها 100% مشاهدينا الأصوات الثلاثة اليوم اللي عم تسمعوها مكورنين كانوا مكورنين كورنا أكثر كورنا كورنا أكثر كورنا واشتقنا أكثر واشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما علي حيغرقنا كورنا أكثر وزعلنا زعلنا أكثر وزعلنا وياك تفكر بحر الشوق مهما علي حيغرقنا ونسم علينا الهوى مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي ونسم علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى خدني على بلادي يا دبك دبك دبيك اسم الله عليك اسم الله عليك رمز اسطنبول عليكي جبل لبنان جبل لبنان ودب كدب كدب بيك اسم الله عليكي اسم الله عليكي رمز اسطنبول عليكي جبل لبنان جبل لبنان نون ناويلك على نية بس انت اصبر شوية ناويلك على نية بس انت اصبر شوية اذا ما علقك فيني هواك يصير بدية ناويلك على نية yeah. يا سيف العلق عدا طايل يا هدر دمر قصايل ويلا اللي يتحدى ويلا ويلا اللي يناوي قاتل يا بويلا يناوي قاتل يا سيف العلق عدا طايل اللي ناوي قاتل
ولا ركب حتى يا الموتور ركب الطيارة بي شوف الضيعة عند البلور شاور لك يا لبنية شاور لك يا لبنية ولا ركب حتى يا الموتور لما راح الصبر مني كان يسأل عن دواء قال لي شوفي أحلام أحلام رنكن سوا لما راح الصبر مني كان يسأل عن دواء قال لي شوفي أحلام أحلام رنكن سوا لما راح الصبر كان يسأل عن دواء قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر يكون سوا لما راح الصبر مني كان يسأل عن دواء قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر يكون سوا من حيرتي وتعذيبي وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر لتراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر حياتي عندك لو كان لي عندك خاطر لتراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وإن كان بعدك شيء متأثر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك وإن كان بعدك شيء متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك ما أنا مش ممكن أبداً على الأشواق يوم لما أسف حياتي عندك وحياتي عندك الله 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 كاف 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 وكل الناس بتكبر وانت بتصغري وبتتحلي اكتر كل ما بتكبري يا دلوعة قلبي بين طلوع يتخبي طبيعي طبيعي وحنوني وما بتتكبري وانا بحبك اكتر اكتر ما بتتصوري وكل الناس بتكبر
وانت بتصغري وانت بتحللي اكتر. يسلموا لعيوني في تطلعي وحياتك مفخوني خليكي معي انا. يسلموا لعيوني في تطلعي وحياتي مفخوني خليكي معي انا. انا غلي في أكتر أكتر. ما بتتصوري ري يعني ري. رجعي نعشق وندوب ونعيش مع بعض حياتنا ما يفتش غروب من شوقنا ومن حكاياتنا. رجعي نعشق وندوب ونعيش مع بعض حياتنا. رجعي ما يفيدش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا. وتعالى تعالى تعالى يا حبيبي العمر. تعالى وتعالى تعالى يا حبيبي العمر. كل اللي انا عشته فارق من عمري ده مش محسوب. بما انه اخر حلقه تكسرت القواعد كلها تبع هيدي اللعبه وما لعبناها مثل ما لازم تنلعب، بس لعبناها احلى مما كانت لازم هيدا المهم تنلعب. وهلا بدنا نكفي بشي تاني بس مش تحدي مغنى، هو هيك اكثر اكتشاف اذا بدك فيك تقول مواهبك التمثيليه انت وننوسه الاموره. شي مره فكرت ماسي تفوت بالتمثيل؟ بحب السيناريو بيقول انه نانسي هي حبيبه قلبك، ما في شيء زعلانه منك وقلت لها تراضيها ما كثير زعلانه منه وهو بده يراضيني. اوكي انا بحب بحب يعني انت بقى انت دورك تزعلي حرادي طمبزي طمبزي وانت دورك تراضيها. ما بعرف كيف مايسترو سمعنا موسيقى حزينه عش لزوم المشهد يعني. تفضل. لا انا ما قلب التمثيل. اذا زعلانه معك يا ناس زعلانه لا شفتي انا هي هي مطمعتني تخيل. خلص ناجي مقطوشه بينها وبينها نانسي. نعم هلا بعرف انه انا على طول بغلط. عارف انه على طول بتغلط بس انت بتعرفي انه انا وين بكون قصدي. صح؟ تقبر قلبي يعني شو هالاعتذار بتحرق الصور وبليلي ما فيها ضوء قمر بتقسي لقلبك بس مش عم جربي تنسي بس انت بتعرفي قلبي ناجي. بس انا انت تطلعي فيي لما انت لما تطلعي فيي دغري رح ترضي بس تطلعي فيي. الله يا الله. حرقت الصور وبليلي ما فيها قمر قسيت لقلبي وجربت انسى طفيت الشمع من عيني محيت الدمع صدقت للكذب وقررت انسى بس الحنين بعده معي زعلان ومش راضي مني تطلعي. امبارح حلف لي بعيونك الحلوين انك لعني رح ترجعي. بس
الشمس الحنين بعده مي زعلان ومش راضي مني تطلعي شكل القدر وافق على حكم البشر وقرروا اتنيناتوا يبعدوني عنك وشكله حظي واقف معهم بغض النظر عن فكرة هوانا وسرقوني من ترجعي؟ رح ترجعي ولا لا نانسي؟ خلص رجعت. يعني أي صبية بده يغني لها بهالإحساس رح تدوب وترجع. رجعتي يعني. خلص رجعي وأنت ربحت ورجعتها والمشاهدين ربحوا كمان هل يسمعوا هيدي الغنية الحلوة اللي كسرت الأرض وعن جد من أروع أنت ما غنيت. أنا هيدي هيدي وكمان كريديت أنا لإلي يعني كتير كبيرة لصلاح الكردي طبعا تحية كتير كبيرة ولك أهلا بالشيف سعد لي مساكم جيت تراضيهم بلقمة ببعلبك نبعلبك من أول صار عم نشم الريحة بس يعني كيف بيقولوا شموا للضوء إحنا قاعدين هاي عم نشموا مش عم نحن بنختمها على الآخر بالآخر بالوليمة الله ماشي نحن حنبلش ليديز فيرست يا مرسي يا ميت هلا هيدي فتة فتة قريدس الله ايه ببعلبك ايه لك ما جبنا البقرة معلك ما معي خبر لا ببعلبك في قريدس ايه لك يلا تفضل الله شو هيدي مع رز اسمر رز جديد هذا عن جديد؟ رز اسمر هذا على التسعيرة جديدة ايه تسعيرة جديدة على الدولار شاب يعني أنا جيب هيدي ذهب ذهب شو جيب لي رايديز ايه وجيب لي كبي نية جيب لي ما يخدم في كبي وفي كل شيء يا خيي نحن بدنا نضوقك لأنه لقينا الوضع محتد سلم لك هلا ابن العم هلا ما بيقبل غير بإيده كمان تمام ها؟ ايه كتير طيبين شاف ومبارك المصالحة بما أنه غنى لك ناجية ورجعتي له بدك تردي له بغنية من صوتك الحلو هلا اذا كل زعله بلقمه من الشاف بدي ارجع زعله لناجي قد ما بدي اذا كرمال هيك عم تبيعيني بلقمه يعني الشوم عليك بحياتك ناجي انا وياك بنربح بناكل عرفتي ناجي كفي حياتك من دوني الله يسامحك عود عيونك انسوني قلبي حياتي وعيوني هالإشي يا لا 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 ما بتعانيك لك هلأ أنا ناسيك ما فيك ما فيك ترجع لقلبي شريك انت طلعت انت اخترت هلأ أنا ناسيك ما فيك لا ما فيك ترجع لقلبي شريك انت طلعت انت اخترت هلأ أنا ناسيك لك كان في حياتك من دوني عود عيونك ينسوني قلبي حياتي وعيوني هالاشياء ما بتعني كان في حياتك من دوني عود عيونك ينسوني حياتي وعيوني هالاشياء ما بتعني لك هلأ أنا نسيك
شو بدي اقول انت كمان تحيه ايمن ملحن الاغنيه بعتذر بس بدي اطشكم بس ايمن صديق كثير عزيز ويمكن زعلان مني فانا من خلالكم بدي راضي وصالحه ايمن مايحه انا بحبه كثير عمل لي ما فيك وعمل لي فهمتني غلط مرته فنحن علاقه صداقه قبل ما يكون شغل هلا ردي عمل لك فهمتني غلط فهمتني غلط مرته هي اخر اغنيه نزلت هلا لالي سنجل ورجعنا عملنا ديو بس هو عمل لي اغنيتين يعني ف ما بقدر ازعل ما فيك ايمن ما فيك تزعل منا لننسي خاصة انه امام الملايين عبر شاشة الجديد من دقوا المهابيج عم بتقلك بدها تراضيك حبيبي ايمن انتهت بارضها بعتقد اكيد اكيد بدنا نسمع صوتك ناجي ونختم الفقرة باغنية او مدلي لك انت شو بتختار نقي اللي بدك اياه هل شرطتك وبعدني مصمم عشرتي رحت ألاقي في وتوبي بعشرتي شرطتك وبعدني مصمم عشرتي رحت ألاقي في وتوبي وتوبي بعشرتي أنا مليون رح رده أنا مليون رح رده عشرتي ومعي بالحب ما بيخرم حسايا يا 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 وبتشارتي بتشارتي أنا بتحداك تشارتي إذا بدي مخليك تكوني رهن إشارتي بنسيكي همك وبيك باللي وتتركي حيك حتى تشوفيني كل يوم تجي وتصيري شارتي بتشارتي بتشارتي أنا بتحداك تشارتي أو إذا بدي بخليكي تكوني بهزي شارتي بنسيكي أمك وباي أو حتى تشوفيني تجوان سير عيشة قلتلك ما تتحديني بكرة بتصيري تحبيني بيرجف قلبك لو شفتيني ما رقي بسيارتي قلتلك ما تتحديني بكرة بتصيري تحبيني بيرجف قلبك لو شفتيني ما رقي بسيارتي بتشارتي Hello.
كل ما قرب صوبي ضمك تحسي بده يولع جسمك من وهج حرارتي رح خليك تنسي اسمك كل ما قرب صوبي ضمك تحسي بده يولع جسمك من وهج حرارتي من شارتي شوفيني كل يوم تجي وتصيري مثل الشمع بدون ما
عيني لغسلهم بدموعي بدموعي ورش على عيون ما وردة عن رش على عيون ما وردة يا باي الله 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 بين القلب وبين العين وبين الخد وتفاح قلبي العاش مدري وين ضاع وضيع مفتاحه قلبي العاش مدري وين ضاع وضيع مفتاحه الفائت من النوم الفائت من النوم سكراني غفا وقالت حبيبي بليز نولي القميص بليز 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 سيلفو بليز الفائت من النوم سكراني غفا وقالت حبيبي بليز نولي القميص خافت خافت تكب عن جسمها شرشفة خافت تكب عن جسمها شرشفة ويصير الجمعة متل مصار الخميس وبطلت صوم وصلي بدي أعبد سمكة وعشان ديماني رايح يابا إلا أنا وإياك يابا يابا بطلت صوم وصلي بطلت ايه وعشان هماني رايح يا باي يا باي الا انا يلا 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 داري العاشة بندورة بندورة عزمتني عالعشاء داري العاشة بندورة لا لا وانا ما قصدي العاشة قصدي ام التنورة يا ما قصدي ام التنورة وبطلت صوم وصلي معنا والعاني نحن وناجي ونانسي بحرف النون اثنيناتكم ناجي
نانسي. هلا بدنا نرجع لأجواء اللعب من بعد أجواء المغنى الحلوة، وبدي لعبكم لعبة اسمها مع أو ضد. مع أو ضد خروج الفنان خارج لبنان للاستقرار بهيدي الفترة الحالية الصعبة؟ حلو، فيك تقلي ليش بسرعة؟ لأنه الفنان عم يطلع ويرجع مثل ما قلت بأول حلقة، يعني أنا أعتبر مش بلبنان، يعني عم بتكون برات لبنان بأنتيج وبيقوله بشتغل برا ورجع بشتغل. نانسي ليه مع؟ أنا بقول هي حرية شخصية أكتر من إنه مع، يعني بس إذا الفنان ارتقى إنه يطلع ويستقر برا كرمال عائلته أو كرمال ولاده إيه ليش لا؟ مع أو ضد حرية التعبير بكل أشكالها حتى لو فيها تجريح للآخرين؟ أنا وياك مش ضابطة اليوم. مع أو ضد التوريث الفني حاله كحال التوريث السياسي؟ معنا جوابين ضد. ضد. مع أو ضد قرار الست فيروز بابتعادها عن الإعلام والظهور بالإعلام؟ ضد. مع. مع أو ضد المساواة بين المرأة والرجل؟ مع. مع. ما تعطيني المع ليه؟ لأنه صار هلأ الرجال لازم يطلبوا بالمساواة. لأنه أخذت حقوقهم بزيادة، صار الرجال لازم هو يطلب. كرمال هيك تردد صراحة أنا بأيده الموضوع. فما بقى تنقوا وتشكوا على السوشيال ميديا كتير، صرحنا بدنا نساوى مع المساواة. طيب مع أو ضد غياب الفنان زياد الرحباني عن ساحات الثورة؟ لأنه هو أبرز الوجوه اللي بتنادي لمفاهيم الثورة، أنت مع؟ ليش؟ لأنه كل الثورة أصلاً مش يعني مش مزبوطة. أي لو في ثورة أكيد. يعني إنه نلعب فيها. هلا ما بدي كتير أحكي يعني بالموضوع. يعني هي ثورة محقة ولكن نلعب فيها ببعض. أكيد محقة. هيدي مليون بالمية ما في شك بالموضوع، بس إنه هيدي مش ثورة. هيدي مش ثورة. طيب. أنا برأيي حتى الثورة ما بدي كتير استطرد بالموضوع. أنا برأيي حتى الثورة أدمنن الطبقة الحاكمة عنا هيك مثل العنكبوت. إيه؟ حتى الثورة بدوة. بكرة جاي الانتخابات ورح بتشوفي رح بتشوفي رح بتموتي لتشوفيني. بكرة بالانتخابات يا جماعة بليز ما تنتخبون. إني زيتون بوس إيدكم. هيسمعوا الكلمة منك. ما بعدنا نقلب الحلقة سياسية، بس أنا عندي يعني رؤية خاصة بهذا الموضوع. مع أو ضد التنوع بالموسيقى بمشواركم الفني؟ يعني هل ممكن مع انك تغير ستايل كومبليتلي؟ حلو. كنا بزمن تحس انه اللبناني لازم يغني اللبناني والمصري لازم يغني المصري، اليوم نحن اكيد عم نروح وورلد وايد مش بس عالم عربي. صح. هلا بدنا نفوت بالاسئله السريعه. خلصت هيدي؟ ايه خلصت هيدي. اي متى اخر مره بكيتي بسرعه؟ امبارحه بالليل. ليه؟ ما اسرع بسرعه انا اعملي لي هيك ببكي اصلا. ليه بكيتي امبارح بالليل؟ أسباب شخصية بحد معقولها على هم، بس لا أنا حدا شوي بيفكر بالقصص كتير لوحده، فقدام العالم دايما مبسوطة هابي فيس هابي فيس ولحالي أوقات ببكي أوقات لا. ناجي إيه. لو ما كنت فنان شو كنت بتكون؟ فنان. فنان قلت فنان من السيزيان. فنان ناجي. لا بس أنت قلت لي درست علوم سياسية وتاريخ. صح. شو رأيك بالتاريخ اللي عم نكتبه حاليا؟ ما شاء الله ما شاء الله. أكلتك المفضلة؟ بحب كتير المغربية عربي وسوشي. أكلتك المفضلة؟ ملوخية. أيوة. وكل شيء تبولة وكبينية وهودي الأشياء. الأكل تبع كاس العرق. الميزة اللبنانية تبع السكرة يعني. مليون بالمئة. مع كاس العرق. تبع كاس العرق بزحلة. شخص واحد بتفكر تاخده معك على المريخ إذا رحت زيارة؟ أنا وياك. حلو الجواب. على المريخ. حلو الجواب. أيها المريخ نحن قادمون. نانسي شي واحد ندمت عليه بحياتك؟ شي واحد؟ اسم الله. شي عشرة؟ لا، يا ريت فتت بالفن بوقت أبكر.
يعني أنا تأخرت لحتى بلشت غني لأنه كنت تزوجت شوي بكير وعملت عائلة، فالتهيت بحياتي الشخصية وتأخرت على الفن. بس تعرفي شغلة، رأيي الشخصي يمكن لو بلشت بكير ما كنت تجوزت وعملت صح عائلة. أوقات هيك بفكر، بس وبعدك بعزك وبعدك صبية وصوتك اسم الله بيلمع لمع، فأنت بالعكس عملت ضرب زكا، كسبت اثنين من الأول الحمد لله. أوقات بيكون الله مع الغشيم يا بتزبط. ناجي في شيء بشكلك ما بتحبه؟ انا ما قصدي شيء بس ثابت عملت هيك ده مظبوط الشعر انا ايش يعني مظبوط على طول بقول لهم الله شيل انا حاطهم كلهم هون. الشيء الوحيد اللي ممكن يخليكي تاخدي قرار تعتزلي الفن شو هو؟ ولادي بس. شو ولادك يعني؟ يعني اذا عايزوني لدرجه بطلت قادره انه اكون عم بشتغل فن. ولادك 11 و13 اسم الله يغزى العين حبيب. ان شاء الله ولدت قبل ما انا اخلق يعني سنتين جبتهم مش الحق. هلا لكينا لنفرج العالم قد ايه انت شطوره وزغطوره واموره. وانا مثل ما بعرف عنك انه بتغني كذا لغه صحيح مالتي لينجوال صح، فبدك تسمعينا شيء حلو. بدي اقول لك انه انا ولادي اكشلي اللي بيساعدوني لاحفظ. واو. يعني لما نزلت ميجانا مثلا والله العظيم هيدا الصغير عندي كان زغطور يعني وقاعد يكتبها ويحفظها، فهيدا الشيء غني لنا يعني. ميجانا قبل ما تغني لنا اللي بدك تغني يلا كاس خنترو من ميجانا ميجانا جانا رينا مانا مجرجو مانا مجرجو مانا مانا سردي سرق تام كاس تبع زحلي يا دار السلام لحياة لمن تعيش. هلا رايحين على تركيا هلا على اسطنبول. Do you dumki bir yar olmuş sana aşkın zehir olmuş bana sevdan cehennem kalbin meskin oldu ama سر الحياة مو بالماي سر الحياة عيونك
ضحكت ولا ضحكت هوالي واحد بس اشوف الناس كلهم بك وين 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 بشر مليان واحساس من فدوى ضحكت ويلي واحد بس اشوف الناس كلهم بك انت شوفي دوخ راك لو فكرت ونسيت شوقك لو قلت ما حبيتك إلا أنا أحب هاي الناس ما بيها من حميتك ما بيها من حميتك أنا أتخيل حياتي بدونك أكره القلب شلونك سر الحياة مو بالماي وعيونك وصوتك وكل حبيبتي انا انبسطت انه غنينا سوا بتعقد انا كمان انا قاعد انا كل وحده صوت اجر من الثاني كل وحده اجر من الثاني انا كنت اتفرج عليك هارون الرشيد على فكره ريم كمان بتغني كثير لهجات ايه صح انا متابعتك وبعرف انه بتغني كثير خليجي وعراقي وحتى لغات مش بس وارمني يعني الله 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 وكمان بعرف انه بتغني بغير هول اللهجات التركي والارمني بتغني فرنش عربي اسباني فرنش يوناني يوناني عامله كفر يوناني انا طب سمعينا يوناني رح سمعك اسبانيول ويوناني شو رايك يلا يا الاتحاد الاوروبي Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia del amor, como no es otro igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después ay, qué vida tan oscura oh, oh, sin tu amor no viviré Telo na meniosis, na mi me produsis. Telo na sakuna mules pos magapas. Telo na meniosis, na mi me skutosis. Es pos dentelosa no sagi sangue amas. وبدي تشعر فيه وترجع لعيني وتقلي حبيبي حبي لا مش رح بيموت بدي تشعر فيه وضمك بإيدي وقلبي يحكي قلبك يحكي وكل الكون يسكوت تيلونا مينيوسيس اكشلي عملتها كفر سونغ و اغنية معروفة كثير لنيكوس فيرتيس صح فمن عن جد بتعقد هالغنية انت بتعقدي حبيبتي ومشاهدينا راجعين لكم بعد البريك باجواء كمان عم بتعقد اكثر واكثر رجعنا لكم مشاهدينا بالأجواء الروعة بدقوا المهابيج وبآخر حلقة من هيدا الموسم شاف صلهب
شو هالسفرة حلوة؟ يا ميت أهلا وسهلا فيكم. طمني. ألا لحظة 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 على سيرة طمني. طمني عنك حب وينك بديت أتعب مخنوق متعذب محتاجك وضل بالي طمني عنك حب وينك بديت أتعب مخنوق متعذب محتاجك وضل بالي كلش تعب حالي معقولة بالتالي ما اشوفك كبار لا قصر يا الغالي قلبي قلبي بعد يحبك عمري عمري عملتيها وبدي اقول لك انه بتجنن الاغنيه الف مره حبيبه قلبي انت اللي بتجنني كثير حلوه هلا طمنونا على طمنا شو كيف يعني الاكله هيدي الفته الله ماشي وصفي حدكم والشاورما الفيجن الشاورما الفيجن شغلت ايدي هي جابتهم انا زبطت الوضع عليك عرفتي كيف يعني الميزه اللبنانيه شو عم بلش انا برايي نبلش بالشاورما لا قبل ما نبلش روق شوي انت كمان انا بدي اعمل تحدي في تحدي بدي اشوف اذا بيعرفوا طعم الطم شو عم طعميهم يلا ماشي اكيد انا ربحانه يلا نشوف والله من الوزن خلي خليك حيربح ما راح ما تشد له كثير لا خلص لنا على عيونه يا ابو عقاله كثير والعصبي يا عيني نحايك نحايك ماشي جاهزين جاهزين بلش من عندك تحت امي بطاطا بس شو بطاطا مع شيء بقلبه بصل بعتقد ان شوي سالتي عنه انا رح غششك بطاطا وبصل ونعنع وزيت سألت من شوي عن الصحن وقلتي هاي شو ايه شو بطاطا وبصل يعني مطحونة مع ايه بتحرف الكاف بتبلش كبة بطاطا احسنتي عم بعطيك المكونات هادي باذنجان ورمان شو يعني شو اسمها بقولوا له مسقعة بابا راهب ايه سط راهب بطاطا بروفنسيال يلا انا بدي العبهم معه شو الوضع بطاطا بطاطا شو بطاطا شو بروفنسيال شو هاي بروفنسيال وكزبرة بطاطا حرة يا معروفة هاي الشاورما الفيجن تبعهم ايه الفيجن والله شاطرين شاطرين شو هيدي الشاورما اللي طبرتنا فيها من اول حلقة هيدي هي يلا برافو والله شدني زي شاطرين الله خليني اشلك خلص لكم عزيمة يعني شاطرين خلص احتكلي هلا على المكشوف حلو الاكل على التغميد شايف انا لقيتهم اثنيناتهم بيعرفوا طعم التمون يعني صراحة قادرين يعني انا كنت حابة اجربهم بالايدس بعد مرة هلا رح اعبي لك الصحن كله جيبي صحنك جيبي صحنك لنسكيب بس ريدس فتة ريدس برز رز اسمر رز اسمر وايلد رايس خلاص لا يلا ارسينا صحنك يا ناجي هالمرة شاف بما انه ختام الموسم انا رح اسكب لهم لضيوف شو رأيك؟ الله مع ديكي انت مزرق يا ريم ونحن اكيل تينا صحنك يا شاف شو لقيتهم شاطرين انت والله ما في منهم واهل انا صراحه اليوم. انا صراحه احكي ده ما بعرف اكل ايه بس غير ولا مره بحياتي طابخ
ماكسيموم بلف لي عروس ساندويتش على 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 هيك اخر الليل اذا جعت بالليل ما حدا كان بيكون معي لي كلهم ناموا خلص انت نهار بتجوع بتجي لعندي فبضطر بروح بلف عروس نهار نهار انتبه نهار مش اللي بتجوع البتجوع بتجي لعندي نهار بتجوع بتجي لعند تشيف اهلا وسهلا فيك سمعت في معنى الفنان التشكيل انه فنان اشغال على الايد صح اسمه عاطف محضر لكم دريم كاتشرز لكم اثنيناتكم عاطف تفضل اهلا وسهلا فيكم وجيب معك الـ 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 القطع الفنيه الكاديات اللي عملها لضيوفنا الحلوين هيدي اول مره بعملها انا شايفته من اول ما وصلنا ناجي. هيك عم بخيط عم بتطلع اسمك بقلبها ومع الانكر تبع الهيدا كمان نفس الوقت اسمك بقلبها بنحاس وهي الوانها حلوه هيك مرسي عاطف واسمك كمان لازم تعطي نحاس ان شاء الله بتجيب لكم الاحلام الحلوه هاي بتجيب الحظ وبتطرد الاحلام البشعه وبتتوافقوا بكل شيء عم تعملوه من مشاريع ومن اغاني ومن حفلات ومن بتنزل الدولار شيء هيدي هي بتبعتها لكل الجمهوريه اللبنانيه كلها عامل لك وحده كبيره للبنان يا عاطف بلكي حط لنا اياها على المجلس عيوني حبيب المجلس قبل ما نختم الحلقه بدي اشكر ضيوفي على وجودنا الحلو والراقي نانسي مرسي لك على وجودك انا بدي اتشكرك اول شيء انه نطرتيني وكانت عن جد ختامها مسك بوجودك وبوجود ناجي والشيف والكل مرسي على استضافتك الحلوه وان شاء الله نكون كنا ضيوف خفاف الظل على الناس ببيوتها ليله سبت ناجي مرسي لك مرسي لك عن جد ولكل اللي اشتغلوا بهيدا البرنامج الحلو واكيد لنا الشرف ان نكون باخر حلقه وبعرف كل الأصداء اللي كانت عم تكون كل السيزن فإن شاء الله سنت الجاي كمان واللي بعدها يكونوا أنجح وأنجح يا رب طالما عم نختم معك أول موسم الصدى الحلو رح يكفي بإذن الله شال. أنا بدوري قبل ما أختم هيدا الفقرة كمان بصوت ناجي وبالمغنى الحلو بدي أشكر كل حدا تابعنا مشاهدينا بدي أشكركم أنتو على محبتكم وإن شاء الله نكون قدرنا نفرحكم ونفوت البسمة والهيصة والبهجة من جديد على قلوبكم وعلى بيوتكم لأنه منعرف قديش كلنا بحاجة للفرح وللمحبة بدي أشكر إدارة الجديد والمخرج نضال بكاسيني على ثقته الكبيرة وعلى هيدي الفكرة اللي ما حدا كان مفكر فيها قبله بدي أشكر كل فريق دقوا المهابيج فردا فردا من الفرقة الموسيقية للإضاءة للصوت لإدارة المسرح ما بدي أنسى حدا عن جد للميك اب للشعر معلم وجيه جواهر مريم شيف سلهب شو بدي أقول لك بحبك قد الدنيا ورح أشتقلك أكيد حبيبة قلبي عاطف ياسمين هنادي كلكم وليد وابراهيم وفرقة هياكل بعلبك أكيد بقيادة عمر حمادي ما بدي أنسى حدا ويا رب ما أكون نسيت حدا بحبكم كلكم قد الدنيا لأنكم شاركتوا بصناعة الفرح والحب رح نكفي ما بيلبق لك هالقد الشرط رح نرجع لكم إن شاء الله بموسم جديد كله هيصة ومغنى ورقص وطقش وفقش وتكسير وطبخ كتير طيب وقبل ما نختم بالمغنى مع ناجي كمان ما بدي أنسى أشكر الراقصة جوليا شو هيدا يا جوليا جوليا عم تعطينا برقصاتك قبل ما أختم معك ناجي عبالي مثل ما كل ما منبلش أول حلقة بأغنية دق المهابيج نختمها هلأ أنا وياكم شو رأيكم؟ يلا يلا نحن لها ومريت عحيٌ بعد غيبة سنة لقيت الدنيا متغيرة بهاك الدنيا مثل الغريب مرقت قدام البواب
مثل الغريب مرقت قدام البواب وما حدا منهن سألني شو شو بني كل ما هبش خلوا الهوى جنوده صوت المهبش ينده يا محبوبي والريح الصودا تيجي دك كل ما هبش ودك كل ما هبش خلوا الهوى جنوده جنوده ينده يا محبوبي والريح الصودا كل ما هبش كل ما هبش خلوا الهوى جنوبه صوت المهبش ينده يا محبوبه والريح السودا تيجي كل ما هبش. يلا يا ابو النوش الخنجر بظهرك شاف انت مرحت الله صاروا ورا ظهرك انت اللي من قدامك طار عنده النقص طار اللي بيخونه بيأذيك اقرب شخص يبكيك بعيونه لو العشر صبيع فيك البشر بتحس لحظة الوفاة بيضيع لو قطبي واحد وكتار عنده النقص كتار اللي بيخونه يبكيك بعيونه لو العشر صبيع فيك لحظة الوفاة بيضيع وكلمة تقبرني اوعى تقولها عالشفتين دخلك 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 ما عندي غيرك يا نقطة ضعفي وكلمة تقبرني اوعى تقولها عالشفتين دخلك ما عندي غيرك يا نقطة ضعفي الله الله ليحرم ليلي كفك من كفي وانا وتعرف شو بحبك اوعى تفارقني بغضبك يا بحتى ما اشتاقلك يوم الله يلا 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 زقفولا الله شافك ريش عين حياته طبريم مش مثل القمر انت القمر بيساته ولو قلبي قابلك حجر يا ننسي ريش عين حياته يا ننسي انت مش مثل القمر او انت القمر بيساته والمديات انت انت هي وبحالها شافت عيني او بحياتي ما بدي تشاركني الا بفرحي وخلي الهم علي والمديات الهم علي الله شكرا بختام
هيدي الحلقة اللي هي نهاية الموسم الأول وبداية نجاحات تانية بمواسم جديدة إن شاء الله معكم أنتم مشاهدينا. رح قلكم اللي بقلكم إياه بختام كل حلقة مثل العادة، واللي كانت الفكرة منه هو توحيد حواسنا كلنا مع بعض، إنه نحنا قلب واحد وفكر واحد وعين إلى بصيرة وحدة وشمس وحدة بتعطينا نور ووصل واحد وجذورنا كلنا من الأصل وحدة. خلي هالرأس تاج للعز، وخلي هالعين بالنور تشوف، وخلي هالصوت ينطق بالحق والحرية، وخلي هالقلب ما يعرف الخوف، وخلي هالشمس ما تنطفي لو ألفت الألوف، وخلوا الوصل ما ينقطع والجذور تتجذر بعد أكتر، تنتذكر إنه أنتو وأنا واحد. بحبكن وتصبحوا على حظكم.